أخبار اليوم. أول حاجة عايزة أوجه شكر طبعاً للأكاديمية البحرية إن هم وجهوا لي دعوة النهاردة والتكريم اللي هم إن شاء الله يعني هيدهوني. عايزة أقول لهم بجد مرسي، مرسي ليكم، مرسي إن أنتوا دعيتوني معاكم في يوم مهم ليكم زي دوت. بتمنى لكم يا رب إن شاء الله مستقبل كبير، والنهاردة يبقى بداية أول خطوة ليكم لمستقبل سعيد وكله خير، وألف ألف ألف مبروك السنة دي إن شاء الله في رمضان. إخراج طبعا أستاذ سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله وإنتاج العدل جروب. أنا عاملة في دور هالة، هي معيدة في الجامعة في كلية حقوق قسم شريعة. هي مش مثيرة للجدل قوي يعني، بس هي النقطة بس ان هي بتدرس شريعة، بس هي مش مقتنعة بالحجاب. هي ملتزمة جدا، ملتزمة في لبسها، ملتزمة في شكلها، ملتزمة في حياتها، بس هي مش مقتنعة بالحجاب. وزائد كمان ان هي شايفة ان في فقهاء بيقولوا انه البنوك القروض والبنوك والحاجات ديت مش ربا ومش حرام، فشوية في جدل بينها يعني بيحصل بينها وبين جوزها، بس هو مش ده المين، مش هو ده المين بروبلم اللي عندها او الاوبجكت في الموضوع. بس وهي عندها طبعا في عندها علاقات في اهل بين السرايات مع اهل بين السرايات، ويا رب ان شاء الله المسلسل ينجح ويعجب الجمهور. صراحة بين السرايات اكتفيت بالسيناريو لانه استاذ احمد عبد الله يعني ما شاء الله عليه، يعني ما بيبقاش محتاج مننا ان احنا نراجع وكده، وركزت على الشخصيه في لبسها، في اسلوبها، في طريقتها وبس مش اكتر. دوائر حب دوت مسلسل انا صورته، طبعا هو 60 حلقه مع المخرج اياد الخزوز. هو مسلسل بالنسبه لي كان جديد ان انا اول مره اشارك في مسلسل عربي مصري لبناني اردني، عربي قصدي خليجي يعني، فكانت تجربة بالنسبة لي جديدة واتبسطت بيها قوي، كانت حلوة. والحمد لله المسلسل نجح جدا في الخليج وبتذاع دلوقتي عندنا في قناة 10 الجديدة، وكانت تجربة بالنسبة لي مفيدة واستفدت منها انه يعني تعرفت على ممثلين جداد وكالتشر جديد، وبشجع انه يحصل حاجة زي كده تاني يعني.